السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفكرة في الشغل في الأوتوكاد إن أنا ببقى عندي موديل، ده ببدأ أحط فيه كل الشغل، وبعد كده اللي أوت ده بجهزه للطباعة. بياخد الشغل اللي موجود في الموديل أو جزء منه حسب ما أنا عايز بسكيل معين، وبيبقى فيه هنا اللي أوت. ممكن وأنا شغال هنا عايز أدخل على الموديل أعدل حاجة، فبدوس مرتين وأبدأ أعدل زي ما أنا عايز، ولو حبيت أخرج بكتب له بي إس بيروح مخرجني للبيبر سبيس. لو عايز ادخل على الموديل بقول له موديل سبيس ام اس، انا نفسي دخلت جوه وببدا اعدل. وممكن تدخل من هنا بيبر موديل من الزرار دوت، تمام. وممكن تحب عايز تبدل من هنا، عايز تعمل لي اوت جديد من هنا، ممكن تيجي هنا تعد تمسك الفيو دوت وكنترول 1 تتحكم في الديسبلاي لوك، هل انت عايزه حد يقدر يعدل فيه ولا لا. لو قلت له نو يبقى كده من حق اي حد يدخل ويعمل زوم زي ما عايز، وبعد كده يخرج ويغير. لو انت مش عايز الموضوع دوت هتقول له يس، تمام. فكده يبقى مقفول، اي حد يدخل عادي، بس لو جه يعمل زوم بيعمل لي اللقطه كلها، ما بيغيرش السكيل اللي موجود وما بيلعبش في الشغل.